على وشك أن أؤكد أن المجال ما زال مفتوحا لحضور ميليشيات الحوثي وجميع السياسيين الآخرين الذين تمت دعوتهم إلى المشاورات. صحيح، ما زال المجال مفتوح للحوثيين ولمجاميع أخرى اللي كان في بعض الإشكالات في وصولهم للرياض أو في الوصول إليهم. يعني أمس مثلا كان أرسلت دعوات كثيرة لبعض المكونات وبعض المستقلين لم تصلهم الدعوات بسبب عدم وجود وسائل اتصال، هذه كلها حلت اليوم، فإن شاء الله بيكون عدد المشاركين يوم الأحد أكبر. الحوثيين لم نسمع منهم حتى الآن، فلكن الدعوة ما زالت قائمة لهم ولعدد من الشخصيات اليمنية في اليمن، نأمل أن يتمكنوا من الوصول، والمجال مفتوح إلى نهاية يوم إلى نهاية الأسبوع.